متضايق؟ متضايق جدا. متضايق جدا. لان انا متضايق. دلوقتي متضايق. اصل السيناريو ده بيتعمل على الاهلي بقاله سنتين ثلاثه مش من دلوقتي، واحنا حذرنا كذا مره ما بين يجيبوا حكام على مزاجهم، ما بين يعملوا مواعيد ماتشات على مزاجهم. يعني حد يقول ان يتلعب كاس عالم انديه مع كاس امم؟ ليه؟ نقطة مهمة دي، أنا كنت فاكر أقولها ونسيت أقولها النهاردة، بس نقطة مهمة دي جدا يا كابتن محمد. في سيناريوهات عايزة تبعد الأهلي، وأنا عارف إن إحنا بنقول ما فيش مؤامرة وأنت ما بتحبش، أنت أنا سمعتك في الانترفيو، بس أنا بقول لك أنا بسلسل الأحداث بقالي سنتين ثلاثة. الاتحاد الدولي بيقول للاتحاد الأفريقي، هو أنتم ما عندكمش غير النادي الأهلي في مصر في أفريقيا؟ بكلمك بأمانة، هي بتتقال كده. أنتوا الدوري عندكم الأفريقي ده ضعيف جدا، بدليل ان فرقه واحده هي اللي بتكسب وبتصعد كاس عالم. فاكر فرق اوكيانوس واستراليا والحاجات دي، حتى هم جابوا استراليا ودوهم اسيا عشان خاطر المنافسات، مش كل حاجه استراليا تخش. احنا مش ذنبنا، هو قدرنا ان احنا فرقه كبيره، قدرنا ان احنا كبار افريقيا فعلا. ما هو الترجي بيجهز والرجاء جاهز والزمالك جاهز والوداد جاهز وكل الفرق وصن داونز، مش صن داونز اللي كسبتنا خمسه بس انا بعرف اقع واقوم تاني. النادي الاهلي بيعرف يقع ويقوم، يقع ويقوم، بس الضغط باين عليهم قوي ان هم عايزين يطلعوا فرقه تانية كاس عالم انديه، عايزين يدوا فرقه تانية كاس افريقيا. ازاي يبقى فرقه تاخد ثلاثه كاس ورا بعض ورا بعض ولعبه نهائي كاس امم مصر، وقبل كده واخده ثلاثه امم افريقيا؟ مصر عامله لهم مشكله. وللاسف احنا بقالنا فتره ضعاف في الاتحاد الافريقي جدا، مع انه على ارضنا هنا. انا مش معاك ان ننسحب، احنا نلعب في اي حته. لا انا مش ننسحب، لا انا معاك ان أنا انت بتقول ما ينفعش. عارف طبعا. الكلام ده لو من 15 سنه، لو ايام الكابتن صالح، كان خد قرار على طول زي ما حصل في 94، زي ما حصل وانا كنت موجود. انا كنت موجود لما انسحبوا، وكان علينا ضغوط جامده برضو. احنا في ماتش اتغلبناه في كوت ديفوار 3-0 من افريكا سبور، قبل الماتش اللي احنا خدنا فيه البطوله. مطرود من عندك ثلاث لعيبه في نهائي افريقيا، ولا حدش بيداري بالحاجات دي، ولا حد حتى التاريخ مش جايبها، لان ما كانش فيه بتتزع لماتشات ولا حاجه. التعنت. فكابتن صالح خد القرار، احنا خسرنا، النادي الاهلي خسر في ثلاث سنين. السنه دي ما ينفعش لمجلس اداره الاهلي بتاخد الامور دي بامور كويسه قوي. كابتن خطيب بيفكر صح قوي، يعني ساعه كاس العالم للانديه لا اشترك، مع ان كان صعب جدا. صح. المباراة دي برضه الأهلي هيقدم احتجاجات، بس أنا عارف الأهلي ولاعيبته بيقولوا هنلعب في أي حتة. احنا لو رحنا أي حتة هنلعب فيها، ودي الميزة بتاعت النادي الأهلي، إن هو هيقدم الاحتجاجات. الناس هتحس بظلم جامد، بس زي ما أنت قلت، اتكلم على الفار مهم قوي، التحكيم، سعة الملعب، الثلاث حاجات دي حقوقنا ما نتنازلش عنها. أيوه. دي لو فعلا خدناها صح هنبقى ضربنا الاتحاد الافريقي صح. احنا يمكن كلنا كنا زعلانين من بتاع الكاميرون ايتو، صامويل ايتو، كنا زعلانين ان هو تصرح وقال دي حرب ومش حرب، بس انا بحييه انه وقف قدام الاتحاد الافريقي وقال البطوله هتتلعب في الكاميرون وفي الكاميرون، وكان واقف ضدهم وقعد في المنصه الناس اللعيبه القدامى وما قعدش حد، يعني كذا حاجه عملها. لا انا جامد، انا قوي. بس في نقطة مهمة وخلينا منطقيين وخلينا نتكلم على الأرض. اتفضل. أنا طالبت إنه الأهلي ياخد نصف ساعة الإستاد. ممكن يبقى في صعوبة إن الأهلي يملى نصف ساعة الإستاد، إنك تصفر 35,000 مشجع ممكن تبقى صعبة جدا. خلينا منطقيين يعني. بس الاتحاد الأفريقي، أنا عملت تليفون قبل ما أدخل على طول، صعب إنه يسيب الملعب، مش هيسيب أجزاء من الملعب فاضي، ده واحد. اتنين، لما تفتكر مباراة الرجاء، مباراة العودة بين الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا السنة دي، أنت شفت دخول الجماهير بقوه وشده ان هم نطوا اسوار عشان يملوا الكراسي. فكده كده جماهير الوداد كمان مش هتسيبك، مش هتسيب لك جزء فاضي من الملعب. فده واقعيا يعني. عشان بس نبقى برضو ايه، نقول كلام على الارض مش كلام خيالي. انا قلت الكلام الخيالي، بس الكلام اللي على الارض انه الاستاد مش هيبقى نص ونص. صعب. انا معاك، بس نحاول يعني على الاقل نضغط، نضغط على الاقل نضايقهم زي ما ضايقونا. لا هم ضايقونا جامد. الكاف. وانا عايز اكرر تاني يا كابتن محمد، لا لو مش تسمع الكاف، انه الاخوه المغاربه ما لهمش دخل في الموضوع خالص. هو من حقه يطلب، بس هو عنده واحد قوي، فوزي الاكشن. صح. ده قوي. زي روراوا في الجزائر ما كان قوي برضه لما
كسبناهم هنا 3-1 والمفروض احنا نصعد، او كسبناهم هنا 2 وكنا مغلوبين 3-1 واحنا المفروض احنا نصعد. كان قوي برضو نفس الكلام نص مع فوزي الاقشع ده في جيبه. دي مشكله احنا بقالنا فتره. المهندس هاني بوريده مش بحمله حاجه برضه، هو قاعد على ترابيزه فيها 12 13 واحد ليهم اراء كتير. بس لما سمعت الكابتن شطه امبارح في احدى المداخلات قال ان الكابتن هاني ادى صوته للمغرب من ماتش الاهلي، لا هو كان المفروض يمتنع يقوم ويسيب الجلسه ويمشي. في نظر الشعب المصري هتبقى اقوى ان ناخد كاس افريقيا. لما واحد من عندي من مكتب جوه يعترض ويبين الاعتراض بتاعه بشده، وهو قدامه سنتين بالكتير قوي خلاص مش هيخش اتحاد افريقي تاني، ويعني مع الاحترام ليه يعني لازم يبقى ليه موقف قبل ما يسيب الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي. يعني يملى عنينا فيه. انا حاسس ان انا بقى لي 10 15 سنه مش بعرف اخد حقي من الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد الدولي ولا اي حاجه. اتحاد الكره يشكر، هيبعتوا احتجاجات فورا يشكروا طبعا. النادي الاهلي شكر اتحاد الكره في هذا الامر. اتحاد الكره بمجرد صدور القرار باستضافه المغرب للمباراه النهائيه ارسل احتجاجا شديد اللهجه للكاف. هو ده الطبيعي. هو ده الطبيعي، بس التحرك السريع هو ده اللي كويس، ده اللي مش طبيعي في ايامنا. سؤالي ضايق بقى واللي زعل عدم ارسال ملف للاتحاد المصري لكره القدم لاستضافه المباراه. انا سمعت الدكتور ايهاب هو مش المجلس ده، هو الاستاذ احمد مجاهد. وانت استاذ احمد مجاهد انت كنت همك ان انت تجيب مدرب ولا كنت عايز مش باصص على اللونج. انت مفروض رئيس اتحاد او رئيس لجنه او انت بتحضر لمنتخب مصر او النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي فرقه بتلعب، انت بتحميهم في ظهرهم ودايما باصص لهم لقدام. طب انا فيها ايه لما اقدم ملف ويتحط؟ حتى لو اترفض زي ما انت قلت، لو اتعرض الملفين هيشيلوهم الاثنين او اعتذر. يعني مثلا انا من حيث المبدا كده هحط لي ملف تمام. الاهلي والزمالك ما وصلوش النهائي بعد كده اعتذر. بالظبط اسحب ملفك زي ما السنغال سحبت ملفها. يعني ساعتها اقول مش هستضيف المباراه، مش عايز بالزبط. مش عايز احمي على نفسي المباراه دي، بس يبقى لينا ضلع كده. لا بص، هي لفه وفي حاجه انا بقول لك، في حاجه ومش الاتحاد الافريقي بس مضغوطين عليهم، والاتحاد الافريقي باين ان هو بقى له فتره الحبال بتاعته مع الاتحاد الدولي هو اللي بيحركه. الاتحاد الدولي بدليل كاس عالم انديه في وقت كاس امم، ما حدش بيقول كده صح. ده واضح جدا الاتحاد الافريقي مش قوي. اشوف عيسى حياته قالوا فيما خمر بعد ما مشي، بس انا بقول لك احنا ما اتظلمناش في عصر عيسى حياته صح. ما جاتش قرارات كده ايام عيسى حياته خالص تدين مصر، على العكس ان كان في ناس من المجلس بتاع الاتحاد الافريقي عايزين ينقلوا المقر من مصر اللي بره، وهو رفض عيسى حياته قال طول ما انا موجود في الاتحاد الافريقي ده في مصر موجود الاتحاد الافريقي. فاتمنى ان الاتحاد الافريقي يعيد حساباته، لان كده مش هينفع. المباراه احنا كنا بنقول 50-50 لو اتلعبت في ارض عاديه، لان الوداد في ازع حالته صح. انما هي دلوقتي يا كابتن، لا هي دلوقتي 60-40. وملعب محمد الخامس ملعب صعب مرعب جدا. انا حضرت المباراه فيها. صوت الجماهير المغربيه صوت جعوري قوي جدا. رجليهم وما بيدبوا على الارض. انا مره كنت قاعد في المدرجات انا قلقان بقول هم اللعيبه عامله ايه في ارض الملعب. فلا في ضغط، بس انا بقول لك في الظروف دي كلها ده بتدي طاقه ايجابيه جدا للاعيبه النادي الاهلي صح. يعني مش عشان انا حاسس بالظلم او لا ده انا بتديني قوه اكتر، وانا هفكرك ان شاء الله هنكسب. جمهور الوداد ده هيسقف للنادي الاهلي كله ان شاء الله يا رب.